الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، نعود وإياكم مرة أخرى إلى ملعب الجوهرة المشعة ومع تيف الاتحاد إلى الأبد، وهكذا يقول الجمهور الاتحادي معا إلى الأبد. إلى جانب الاتحاد، الطائي أول الواصلين إلى أرضية ملعب الجوهرة المشعة بانتظار وصول أفراد الفريقين واكتمال وصول أفراد الفريقين إلى ملعب المباراة. عموما نذكر بما جرى في شوط المباراة الأول، كيف جرت الأمور في شوط المباراة الأول. وقبل الحديث عنها انظروا إلى هذه الصورة الرائعة جدا، هنا صورة مدرج الاتحاد، مدرج الذهب. لا شك بأنه روح عالية تعب أن يسقط الاتحاد مهما كان من حالة. بالنسبة للفريق الاتحادي على مر السنوات، كان الجمهور الاتحادي هو جابر عثرات الاتحاد في كل السنوات اللي مضت على الاتحاد. في السنوات اللي لم يكن فيها الاتحاد هو الاتحاد، لكنه الاتحاد يعود إليهم مرة أخرى في شكله المعتاد، بحثا عن الصدارة في مباراة الليلة، وثم بحثا عن لقب الدوري لهذا العام. الاتحاد الذي يصل إلى أرضية الملعب إلى جانب عناصر خصمه في هذه المباراة، عناصر الطائي. نذكر بقائمة الأسماء للفريقين اللي بدأت معنا شوط المباراة الأول وأحداث شوط المباراة الأول. بالنسبة للاتحاد، قروهي بالإضافة إلى حمدان الشمراني، عمر هوساوي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، عبد الله المالكي، كريم الأحمدي، عبد الرحمن العبود، كورنادو، عبد العزيز البيشي، رومارينيو. وعلى ما يبدو بأن هذه الأسماء لم تتعرض لأي تبديل، لكن على الجانب الآخر الطائي يبدو لي أيضا هو الآخر لم يجري أي تبديل مع بداية شوط المباراة الثاني، حيث بدأ أحداث شوط المباراة الأول بمارتن لوكوف وعبد العزيز مجرشي، عبد الكريم السلطان، لوكاس ألفيس، حسن الجبيري.